في خطوة تهدف إلى تخفيف وإدارة الازدحام المروري على التقاطعات، تدرس الجهات المختصة بالكويت خطة لتقليص عدد إشارات المرور واستبدالها بالجسور أو الأنفاق. الزميل أحمد المسعودي والتفاصيل. توقف، أمامك إشارة ضوئية يطول فيها الانتظار وتتعطل معها حركة السير، مشهد ألفناه كل يوم لطوابير مركبات تنتظر الضوء الأخضر للتحرك. قد تكون الإشارة الضوئية سببا رئيسيا في الازدحام في الطرقات وشوارع البلاد، فلا يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بالالتفافات والجسور. نصف ساعة أو أكثر فترة انتظار في إشارة يراها البعض سببا للازدحام، خاصة الإشارة هذه قاعد تصب على أربع فرعيات رئيسية، فلو يشوفون لها يعني تغيير تكون فاتحة من المطار إلى المينا. يحطون جسر أو دوار أو شغلة، الإشارة هذه بعض المرات تطفى يعني تصير زحمة مثل الشوارع الداخلية. فيما مضى كان هذا التقاطع يشهد تكدس مركبات باتجاهاته الأربع. معظم التقاطعات اللي يتم تطويرها في الوقت الحالي تتخلص من الإشارات المرورية معظمها. المشاريع الخطة الطرق في المستقبل القريب إن شاء الله في هناك العديد من التقاطعات الجديدة، وهذه التقاطعات قد يصل عددها إلى حوالي 100 تقاطع رئيسي في كافة أنحاء الكويت، وتعتمد على حرية الحركة والانسيابية الحركة بدون إشارات ضوئية. 100 طريق أو أكثر ضمن مشاريع توسعة شبكة الطرق سيلغي إشارات المرور لتكون الالتفافات والجسور حلا. لا يمكن الإنهاء أو التخلص كليا من الإشارات المرورية، ولكن المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا ومستقبليا سوف يتم تقليص هذه الإشارات المرورية إلى حد كبير جدا يسمح بانسيابية الحركة. أحمر وأصفر وأخضر ألوان أمان لقائدي المركبات وسلامة طريق ورؤية مستقبل بالاستغناء عنها في طرقات تشهد جسورا وأنفاقا تسهل حركة السير. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.